قلتي انا ماشي بس ما بدي ارجع وما لاقيكي. ها اطمني، مالي رايحه لمحل. شو ما بدك تاخذي حسنية معي؟ لا ما ضروري، مثل ما انك شايفه خالتي البنت حلوه والعين مفتحه عليها، خاصه هالعسكر الفرنساوي كل ما مرقوا عيونهم عشرة عشرة عليها، الله لا يوفقهم. يا حضره نجينا، لا لا تاخذيها معك اذا ما كنتي مضطره. لا ماني رح اخذها، رح خليها هون منه، انت بتتسلي وهي بتتونس فيكي. بس ما بدي اوصيكي، بدك تديري بالك عليها. ها روحي معربي، روحي روحي. يلا يا حسنية هاتي لي هالدبيه. شحة يا أمو. يلا أنا ماني معوقة بخاطركم. العذرة تحميكي. تعي حسنية، تعي تعي حكي لي ليش وبيني وبيني وما بقول لحدا أبدا، يعني أنتي هون بهالضيعة ما عم يضيق خلقي. قولي لي ليش مبسوطة مع أمي؟ مبسوطة كتير، أصلا مالي غيرها بهالدنيا من بعد ما توفى أبي. لك يسلم لي هالوش يلي بيكنس ويلي برش، وعن قريب شوفك عروس وهالقلب بينفش. خالتي ساوي لك شي تشربي؟ ايه ساوي لي فنجان قهوة اذا في عنا بن. ايه في عنا بن ورح اعمل لك فنجان قهوة، بس بتعرفي تبصري؟ ايه لك انا يلي بعرف بصي. يعني بتبصري لي بالفنجان؟ يو لك انا اللي ببصر لي. قومي من هون. ايه هذا هو البيت، هلا بتشوف جوزيف قديش مشتاقت لها. أنا أختي أنا. مينك أنت؟ أنا أول نهار جيت مع جوزيف. شو سيتيني؟ إيه عرفتك يا بيت، أهلا وسهلا. أهلين أهلين، شرفتونا، تفضل تفضل. معي ضيف، شرف شريف شرف. يلا يلا يا أهلا وسهلا. يا أهلين وسهلين. ميت أهلين وسهلين بأختي جوزيف. كتر خيرك يا أبو النار يلي جبت هالمأنزع معك. شبنا خالتي بلشنا زوحك. لا انت شبنا يا مأنزع يا مأنبر، لك عقيد ومأنزع مو مزبوط. استغفر الله العظيم، شو بدك يعني الحش حالي بالنبعة؟ روقنا عقيد روقنا. لا إله إلا الله محمد. ايه انا بشكر الرب 100 مرة و100 كرة اني شفتك بخير بعد المعركة اللي صارت معكم بالغوطة. معركة؟ وشلون خبرتي؟ يو ما حكى لك ابو النار شو صار معنا ونحن جايين لعندكم؟ لا والله بتصدي راح عمبالي احكي له، بس فهمته انك عاوزتي ضروري. انبلا انا عاوزتك بموضوع الامانه يلي مخباية عندي بالبيت. لعيوني وانا جاهز امتى ما بدك، بس البيت اخذينه العسكر مثل ما بتعرف، والفوته صعبه عليه كثير يا عقيل. باذن الله ما في شيء بيصعب علينا خالتي، راح اجيب لك الامانه وين ما كانت تكون. عدم المؤاخذه اختي جوزيف، الأمانة ذهب شي؟ ايه يا أبو النار ذهب، وأغلى من الذهب كمان. أنت حطي إيديك ورجليك بمي باردة واعتبري الأمانة صارت عند مني، ومو بس هيك رح ترجعي تسكني ببيتك اللي أخذينه هالثلاث. لا مو بس بيتي اللي بده يرجع، أرض الوقف لازم ترجع لأصحابها، وباب الحارة لازم يرجع لمطرحه. إن شاء الله بهمة رجال الشام كل شي رح يرجع مثل ما كان. الرب يسمع منكم. وهلأ خلونا نحكي بموضوع تاني. لعيوني تاني وثالث اللي بدك يا قولي انتي. انا بدي عريس شب، يعني يكون عمره شي 25 سنة وابن حلال وعلى ضمانتكم. عريس؟ الي؟ لك شو الي وما الي؟ قال الي. لك فهمتوني غلط. لك اللمي؟ لبنت ام عربي صغيرة ومرباية احسن ترباية، وجاي على بالي جوزها لشب من شباب حارتكم. والله أنا مو بالي حدا. في بالك حدا معتز؟ ايه صبحي. لك ايه والله خير ما اخترت يا بضاي. ايه هاتو حكولي عنه لشوف. يا بنت اهلا وسهلا. والله نور البيت والبستان، ينبل قلبنا بكاسة شاي. تفضل. يسلموا هاليدين يا عروس، يسلموا هاليدين. دخيلكن على الخجل دخيلكن. هيك الوحدة بتكون قبل ما تتجوز خجولة ولسانة أكله القط، لكن بعد ما تتجوز يا عضرة نجينا بصير قارحة وقوية وبترد له الكلمة كلمتين لابن عمها. عيب الوحدة ترد بوش ابن عمها، ما هيك خاتي ام جوزيف؟ لا يا حبيبتي، إذا الكلام حق بينقال بوش ملوك، وكلمة الحق ما بتعلى على حدا، ومثل ما بيقول المثل صاحب الحق سلطان. خالتي ام جوزيف بدي اطلق طفلك كرز من برا. لا
دخيلك امك قالت لي ما خليكي تطلعي برات البيت. ليك الشجرة قدام البيت. طيب روحي بس لا تطولي. عروس عيني سمرا سابتينا يحرقنا. يا مو شامل فينا. نحن لحم طيورنا آسيا وطن. شبكي لا تخافي، لك قتلته، لك بقتل عشرة مشانك. بتعرفي كيف بدنا نوصل لأمك؟ ايه بعرف. يلا فوتي ضبي غراضك. يلا يلا. يوه ليش بدك تاخذني على بيت أمي من عمي؟ والله أنا ما عملت شيء. قولوا لي يا بنات أنا ساويت شيء. ايه حرام ابن عمي، والله لطفية ما عملت شيء. ليش ولا تبعت على بيت امه؟ مزبوط، لسه ما صار لشي راجع على البيت، بعدين الناس شو بدهم يقولوا؟ لك افهموا يا حريم، افهموا احسن ما تطلع معي. ها لطفية مو عاملة شيء، بس انا حابب تزور كم يوم عند امه، بعدين تعي لهون انت وياها. متفقين علي لحتى عم تدافع عن لطفية؟ وليش لحتى ما ندافع عنها ابن عمي؟ قاعدة بحالة وعين الله عليها. لا يا مقصوفة الرقبة، لا صاير لسانك طويل، شو معلمينك ضرايره؟ هلا نحن لساننا طويل ابن عمي؟ ايه لسانكم طويل وبده قص. اسمعي انت وياها، بتنقلعوا من وشي احسن ما ارمي عليكم يمين الطلاق انتوا الثلاثه. لا 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 ابن عمي كل شيء ولا الطلاق. الله يستر. امشي. وانت لطفيه ما بدي عيدها، طلعي لفوق جيبي البنت وجيبي بقشتك لوديكي لبيت امك. يلا. حاضر ابن عمي، تكي وكون جاهزه. لا القصة مو مثل اللي ببالك. شفتي؟ معناتها أكيد صاير شي بيناتهم لحتى بعتل عند أمها. إيه وليش جايب مرتك وبنتك؟ لا تكونوا متخانقين. لا يو كش برا وبعيد، نحن متخانقين شي ابن عمي؟ لا مرت عمي مالنا متخانقين، بس أنا حبيت جيب لك لطفية لهون لحتى تتسلي أنت وياها. يييي فضلت على أبو مخي يا صاري وكتر ألف خيرك، بس تقبر قلبي مو اليوم، لأن اليوم مالي رايت إلا أتسلى أنا وياها. بقى يرضالي على اسمك بنتا هي وبنتك ويلا على بيتكم. يلا. لا يا مرت عمي، ما بتقلعينها من بيتي. لا يو أنت أكبر قدر، والعين ما بتعلى عن الحاجة بتقبرني، لك مين أنا لحتى أقلعك؟ بس إذا بدك الصدق والصراحة أنا عارفتك وناتفتك، وبعرف الكوان اللي بمخك، لأنه كلاس ما بيغبر على طحان. بعرف انك عملت هالشغله مشان يخلق لك الجو مع مرتك الجديده. شو هالحكي هذا؟